لجمع التبرعات لمشفى خالد الحسن لعلاج مرض السرطان وزراعة النخاع. معنا قبل أن ننتقل لزميلتنا رايا شتاوي، معنا اتصال هاتفي من نعم. طيب ننتقل إذن الآن لزميلتنا رايا شتاوي التي ستحيطنا علما بكمية التبرعات التي تصل عبر المسجات. تفضلي رايا. نعم زملائي، يسعد أوقاتكم. الحملة متواصلة والتبرعات متواصلة. نحن هنا في مركز رصد التبرعات نرصد حجم التبرعات والتي وصلت حتى اللحظة 8 مليون و150 ألف دولار، طبعا مقسمة من سيادة الرئيس محمود عباس ب1 مليون دولار، الدكتور رامي الحمد الله 4 مليون دولار، والسيد منيب المصري ب1 مليون دولار، والسيد عمار العكر ب1 مليون دولار، وبنك فلسطين ب1 مليون دولار، وأيضا من المستشفى التخصص العربي ب50 ألف دولار. نعم. بالإضافة إلى تبرع موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء وفاء ب500,000 شيكل، مبادرات ومساهمات من جهاز المخابرات بالتبرع بيوم عمل من موظفي جهاز المخابرات، أيضا يوم عمل من موظفي ومن أجل من عناصر جهاز الأمن الوقائي، أيضا ديوان الرئاسة. كذلك هناك مبادرات شخصية من الدكتور محمد أشتية بتبرع ب1,000 دولار عن كل فرد من عائلته. أيضا هناك السيد أحمد الحموري تبرع ب أيضا هناك السيد أحمد الحموري تبرع بقطعة أرض مجاورة لقطعة الأرض التي سيقام عليها المركز، يعني ما يقارب 2 مليون دولار. نعم الحملة متواصلة والتبرع متواصلة، بالإضافة أيضا إلى عشرات الألاف من الشواغل تصلنا عبر رسائل النصية SMS من جوال أو الوطنية موبايل. نعم هنا نرصد حجم التفاعل وحجم التواصل من قبل المواطنين للتواصل وللإسهام أيضا في بناء هذا الصرح الطبي والوطني. نعم رايا، أنت أكيد ستبقي معنا حتى نهاية هذا البث الساعة 12:00 صباحا. و8 مليون و150 ألف دولار هي مبلغ كثير كبير، ولكننا ننتظر المزيد. صحيح. لصالح هذا المركز الطبي الإنساني الفلسطيني والذي نتطلع جميعا. نعم. أن نراه قائما على أرضنا الفلسطينية. نعم معنا حسن تليفون من الدكتور يونس عامر رئيس جامعة القدس المفتوحة. أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بك دكتور. يعني سيادة الرئيس أبو مازن منذ توليه منصب الرئاسة وهو رافع شعار الصحة والتعليم أولا، وأنتم تعلمون ذلك تماما كونك رئيس جامعة من أكبر الجامعات في الوطن، برأيك ما أهمية إنشاء هذا الصرح الطبي؟ أولا جامعة القدس المفتوحة هي جامعة منظمة التحرير والتي رأسها الرئيس الأعلى لها السيد أبو مازن. نعم نعم. رئيس دولة فلسطين الزعيم الذي أطلق هذه المبادرة والتي نسجل له تسجيلا آخر. نعم. لعظمة القيادة التي يقودها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم. إن هذا المشروع يعتبر مشروعا وطنيا من الطراز الأول، ونحن بحاجته كشعب فلسطيني تحت الاحتلال. يعاني شعبنا الكثير من آفات الاحتلال التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان حسب ما رأيت في الإحصائيات الواردة. وكذلك أن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الوطن الفلسطيني وهي في خدمة شعبنا الفلسطيني، خاصة وأن فضائية الجامعة الآن تشارك في موجتكم المفتوحة لجمع التبرعات أيضا. وبهذه المناسبة أعلن عن تبرع العاملين في الجامعة بيوم عمل يبلغ حوالي 70 ألف دولار. نعم. إذن 70 ألف دولار. يعني نتمنى أن تحذو حذو كل الجامعات الفلسطينية ويقوموا بالتبرع أيضا بنفس 70 ألف دولار على الحسابات تبعتنا. نعم. وإن شاء الله يكون هناك أيضا يعني مزيد من العمل إنجاح هذا البناء وهذا الصرح الطبي الكبير مشفى خالد الحسن لعلاج السرطان. شكرا دكتور. شكرا جزيلا لك رئيس جامعة القدس المفتوحة لهذه المشاركة وهذا التبرع أيضا السخي والذي يضاف إلى سلسلة التبرعات. نعم. والأمل كبير بكم مواطنينا مشاهدينا الكرام متابعينا في هذه اللحظات، ونحن نطلق هذا الصرح الطبي وهذا المشفى لمشفى خالد الحسن لعلاج. نعم. أمراض السرطان، وهو نداء من كل مصاب ومن كل مريض أو مريضة داخل الوطن يقومون بالتنقل مسافات طويلة للحصول على العلاج.
طيب ضيوفنا بالاستوديو، اهلا وسهلا بكم من جديد، دكتور عبد المجيد سويلم ودكتور نظام نجيب نقيب الاطباء الفلسطينيين. دكتور عبد المجيد سويلم، انت كاتب والكاتب مرهف بالاحساس. صحيح. والاحساس له علاقه وارتباط وثيق بالانسانيه. نحن هنا نعمل جميعا من اجل انسانيه الانسان الفلسطيني عملا بمبادئنا التي نعيشها وعشناها يوما بعد اخر، وللحديث الذي اطلقه سيادة الرئيس محمود عباس وايضا رئيس الوزراء الذي اكد على ان هذا المشروع هو للانسان الفلسطيني طبعاً. للمواطن الفلسطيني. كيف تتلمس هذه الانسانيه وهذا الشعور لدى كل مواطن اليوم؟ اولا اود ان اتحدث من زاويه ربما تكون جديده وارجو ان تعذريني عليها. تفضل. انا بعتقد انه مجتمعنا بحاجه الى هذه المبادره لاسباب كثيره، ليس لاسباب الحاجه الى العلاج وبناء المؤسسه التي تعالج والتي ندفع جراءها يعني أموال كثيرة، لكن مجتمعنا بحاجة أن يستعيد روحه التكافلي. نعم. نعم صحيح. مجتمعنا تعرض في الفترة الأخيرة على سنوات طويلة لتصدعات كثيرة في بنيته الاجتماعية والثقافية والهوياتية. نحن بحاجة أن يستعيد شعبنا هذه الروح، روح التكافل. هذا مجتمع كان قائما أساسا على التكافل. نعم. هذا المجتمع صمد على مدى 70 سنة بسبب روح التكافل. أريد أن أرجع المواطن والمواطنة الفلسطينية إلى هذا التكافل، إلى سنوات طويلة عندما كان العمل التطوعي يشكل أساس الحياة في هذا المجتمع. نعم. الآن إحنا بدنا نستعيد. أنا صحيح. بالنسبة لي المجتمع الفلسطيني عندما يمر عن مبنى ويرى أن هذا المبنى بناه الفلسطينيون بشواقلهم البسيطة، بدنانيرهم، بدولاراتهم البسيطة، هذه وقفة عز بالنسبة للفلسطيني. صحيح. لا أقلل من أهمية التبرع. نعم. ولا أقلل طبعا. من أهمية ما يمكن أن يؤديه القطاع الخاص، ولا أقلل من أهمية ما تقدمه الدول المانحة، لكن أن نبني مستشفى بعرقنا بأموالنا البسيطة الفقيرة. صحيح. هذا شيء عظيم للمجتمع الفلسطيني. نعم. لأن فيه بالضبط ما نحن بحاجة له. مجتمعنا نعم. الإسرائيليين صار لهم 50 سنة محتليننا، صار تصدعات اجتماعية وهوياتية وفكرية وثقافية للأسف. احنا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نستعيد هذه الروح، وهذه أيضا إنشاء التكاتف، هذه المستشفى أستاذ. التعاطف، التعاون. نعم. هذا درس. نعم. كبير. نعم. وأنا أعتقد أن مشكلات كثيرة في فلسطين. نعم. وأنا يعني هاي الأخ الطيب بجالس. نعم. وبحب أنه سيادة الرئيس ورئيس الوزراء. نعم. يسمعوا، نحن نستطيع أن نقيم عشرات الصناديق التي تعالج القضايا الاجتماعية والقضايا التي نحتاجها بفلسطين. مش نعم. مشفى خالد الحسن، المجتمع الحيوي الحي اللي بتحمل مسؤولية قضيته الوطنية يستطيع أن يقدم الكثير. نحن بحاجة أن نعيد لهذا الشعب هذه الروحية، وأنا أعتقد هذه المبادرة اليوم بالإضافة. نعم. إلى. نعم. كل ما يمكن أن يتمخض. نعم. عنها هي شيء عظيم. دكتور عبد المجيد، نعلن الوطنية. أيضا. نعم. سيادة اللواء نضال أبو دخان رئيس جهاز ألم الوطني الفلسطيني. نعم. يعلن عن تبرع يوم عمل كامل لجميع منتسبي. نعم. جهاز الأمن الوطني الفلسطيني. نرحب بهم، نرحب بهذه الجهود ونشكرهم. نعم. بطبيعة الحال وهم الميامين والنشامة في الذود عن وطننا. نعم. وأيضا جهاز الشرطة، رئيس جهاز الشرطة سيادة اللواء حازم عطلة يعلن أيضا عن تبرع يوم عمل كامل لمنتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية. طبعا مع العلم شكرا حسن لكل شرطة أنه وشرطية في. نعم. دولتنا الفلسطينية. معنا اتصال من الدكتور غسان نمر، مرحبا بك دكتور، تفضل. مساء الخير لك رانيا ولحسن لكل المشاهدين. يسعد مساك دكتور. هذا اليوم المبارك، مساء الخير لكم جميعا. نعم. نحن باسم منتسبي الحرس الرئاسي جميعا، ضباط وضباط صف واللواء منير الزعبي. نعم. وبموافقة جميع منتسبي الحرس الرئاسي أيضا نعلن عن تبرع بيوم عمل كامل لمنتسبي الحرس الرئاسي بالمناسبة، ودعما لهذا المشروع الوطني الكبير. ونتمنى إن شاء الله النجاح لهذا المشروع، لأنه إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، نحن نحتاج إلى هذا. بهمتكم إن شاء الله. بهمتكم بإذن الله. بإذن إن شاء الله. ونحن دائما على الاستعداد لتقديم كل الجهود
المباركة في هذا المشروع. إن شاء الله جميع. دكتور غسان نمر الناطق باسم حرس الرئاسي، شكرا لك. نعود لضيفي الكريمين بالاستوديو. يعني توقفنا معك أستاذ حول روح التكافل، كنت تتحدث عن روح التكافل التي للأسف يعني نحن بحاجة لاستعادتها. ننتقل الآن إلى الدكتور نظام حول كفاءة، مدى كفاءة الأطباء الفلسطينيين الذين سيتولون العمل داخل هذا المستشفى. أنتم كنقابة أطباء هل ترون أن الأطباء الفلسطينيين قادرين على هذا الحمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بحب أوجه كلمة لأبناء شعبنا في كل مكان، إنه هذا الشعب العظيم، الشعب الذي كان كريما ببذل الدم لن يبخس في المال، فبالتالي شعب يكرم بالدم لا يبخس بالمال. فأنا أناشد جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات إنه يقدموا لهذا المركز، هذا المركز لجميع أفراد أبناء شعبنا. النقطة الأخرى اللي أنا حابب أحكيها برضو إنه أكاد أسمع أسرانا من خلف القضبان يحاولون أن يتحدثوا إلينا عن معاناتهم، عن تضامنهم معنا. وبهذه المناسبة أنا أيضا أقول وكنقيب للأطباء وبتبرع رمزي بسيط أنه نحن نتبرع $100 عن كل طبيب أسير. وأنا أقول أيضا لأسرانا البواسل الآخرين أنه إلكم حصة عنا برضو حتى تكونوا معنا في كل لحظاتنا. الأطباء كذلك. كم يبلغ عددهم دكتور؟ غير معروف العدد لحد الآن، لكن إحنا سنحصي الأطباء لأنه حتى في أطباء قاعدين بيعتقلوهم في كل يوم. نعود للكفاءات الأخرى الفلسطينية. النقطة الأخرى بالنسبة للكفاءات الفلسطينية، الكفاءات الفلسطينية موجودة في جميع أنحاء العالم. صحيح. وهذه الكفاءات على مستوى عالي، وهذه الكفاءات هي مستلم المستشفيات، هي اللي قاعدة بتعالج في 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 دول العالم، في معظم شعوب العالم. الأولى بها أن تأتي إلى هنا لتعالج أبناء شعبنا. وغير ذلك أيضا نحن بالتعاون مع وزارة الصحة أيضا راح تكون في هناك بعثات لأطباء للخارج من أجل أنه استكمال دراساتهم في الخارج حتى أنهم يعودوا للوطن من أجل علاج أبناء شعبنا. طيب دكتور نظام، يعني كإنشاء مثل هذا الصرح الطبي الكبير وهو أول مركز طبي فلسطيني متخصص مثل من هذا القبيل يقام على الأرض الفلسطينية، ما هي الجدوى الطبية لكم كطبيب بشكل مهني؟ في الحقيقة إحنا لما نسمع الأرقام، المؤشرات الصحية في فلسطين تتحدث عن شيئين بالدرجة الأولى. الشيء الأول أن المؤشر الأول أو المسبب الأول للوفيات هو أمراض القلب والشرايين. المسبب الثاني للوفيات في فلسطين هي أمراض السرطان. أمراض السرطان بالنسبة للذكور هي سرطان الرئة، ويليها سرطان الكولون، وبالنسبة للإناث سرطان الثدي ويليها سرطان الكولون. فبالتالي هذا مؤشر خطير يدعونا إلى التفكير. صحيح. وخاصة أنه إذا حسبنا أنه حوالي 60% من مرضى السرطان هم ما بين 15 سنة لسن 65، وهي مرحلة الإنتاج عند الإنسان. وأنا بأكد أيضا على على ما تقدم به سيادة الرئيس دكتور. سنعود لاستكمال الإجابة من حضرتك، لكن معنا تليفون من الأخ لؤي زرقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. يعطيكم ألف عافية وبارك الله في جهودكم على هذه الحملة، ونحن نقدر هذه الحملة التي قام بها تلفزيون فلسطين وكل المسؤولين عن هذه الحملة. طبعا كله بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، بتوجيهات السيد الرئيس. ونحن كلنا طبعا نقف إلى جانب الرئيس في هذه الحملة وكل الحملات، وبالتالي نحن في جهاز الشرطة وباسم السيد اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة، وكذلك باسم اللواء نضال أبو دخان قوات الأمن الوطني، نتقدم بيوم عمل كامل كافة منتسبي الجهازين، سواء جهاز الشرطة أو جهاز الأمن. إذن يعني يوم عمل، وكنا قد أعلننا عن يوم عمل قدمه جهاز الشرطة، أعلن عنه السيد اللواء حازم عطالله لجميع منتسبي جهاز الشرطة الفلسطينية بالتبرع بيوم عمل كامل لجميع المنتسبين لصالح هذه المؤسسة لهذا المركز الطبي لعلاج السرطان. شكرا لكم. شكرا المقدم لؤي زرقات. شكرا لك. نعود دكتور نظام لاستكمال الحديث عن الكفاءات الفلسطينية التي ستتولى العمل داخل المستشفى المفروض يتم إنشاؤه.
نعم، يعني احنا موجوده عندنا الكفاءات في كل دول العالم. نعم. وعندنا كفاءات في الداخل ايضا، هذه الكفاءات اللي في الداخل بالإضافة إلى ابتعاث أطباء للخارج من أجل استكمال اختصاصاتهم. نعم. حتى أنه يكون في عنا اكتمال لهذا للكادر، لكادر هذا المستشفى. أنا أعود إلى ما كنت أتحدث به عن أن رؤية السيد الرئيس هي رؤية في موضوع التنمية، تنمية الوطن. التنمية هنا تأتي من 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 التعليم والصحة التي أكد سيادته ودولة رئيس الوزراء عليها، لأن هذا الموضوع هو موضوع هام جدا بالنسبة لنا، موضوع الصحة. فإحنا منقول إنه إن شاء الله إنه راح يكون في عنا كفاءات. نعم. سواء بالاستقدام أو سواء الكفاءات الموجودة في بلدنا. نعم. لتقوم بأعمالها في هذا المشفى. نعم. أستاذ عبد المجيد، سؤال أخير، وكون حضرتك كاتب وشاعر، الشعراء هم أقرب الناس للمرضى. نعم. ضحك. إن شاء الله بصير شاعر. صار شاعر. نعم. ضحك. يعني أنتم أقرب الناس للحالات الإنسانية المرضى، أهمية إنشاء هذا المشفى إنسانيا. شوفي، من الناحية الإنسانية الشعب الفلسطيني لديه معاناة. نعم. تفوق أي معاناة وفوق كل احتمال. أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني إذا قام ببناء هذا الصرح الكبير، وأنا أعتقد أنه سيقوم ببنائه وسينجح في بنائه، وهو يستطيع، وهو يستطيع. والشعب الفلسطيني أكبر من عشرات من المشاريع المشابهة. الشعب الفلسطيني ينقذ حالات إنسانية بالمناسبة من وجهة نظري أن المسبب الرئيسي لها مرض السرطان موجود في كل العالم، منتشر في كل العالم. صحيح. لكن هناك أمراض سرطانية في الوطن الفلسطيني لها علاقة بتلويث البيئة، لها علاقة بتلويث الماء. يعني خذي مثلا الحالات الأخيرة في غزة، أنا بعتقد أي لجنة طبية محايدة تستطيع أن تكشف بشكل واضح وصريح أن حالات التلويث هي السبب الرئيسي للسرطانات التي بدأت تنتشر بصورة خطرة في قطاع غزة. أهلنا في قطاع غزة جراء عملية يعني أريد أن أربط ما بين هذا التدمير للمجتمع الفلسطيني. نعم. الذي يقوم به الاحتلال، للأرض الفلسطينية، للشجر الفلسطيني، ولصحة الفلسطيني. وأنا أعتقد بأنه من هذه الزاوية نحن مطالبون أن نكون أن نهب، يعني هبة رجل واحد من أجل أن نبني مثل هذه المشاريع. وأعيد التأكيد. نعم. على أن شعبنا إذا استعاد روح المبادرة. نعم. روح. نعم. التعاطف، روح. نعم. التكاتف، روح التساند. صحيح. الوطني على مستوى الحالة الوطنية التي يعيشها، أنا أعتقد بأنه يستطيع القيام بمعجزات. لا نقلل من شأن المشاركة الشعبية البسيطة حتى. نعم. بشيكل. صحيح. حتى بعشرة. صحيح. شيكل، بدولار. صحيح. بدينار. نعم. عندما وأكرر، أنا عندما أمر من جانب مبنى بنيته. نعم. بنفسي، الوضع يختلف عن مبنى بنته للدول المانحة. صحيح. نعم. الشعب الفلسطيني هذا جزء من استعادة هويته، من. نعم. وحدته، من الوقوف في وجه محاولات تصديع. نعم. وحدته وتصديع تماسكه. طيب. لأنه التماسك والوحدة هي عنوان الصمود، هي عنوان. نعم. المواجهة، هي عنوان النصر في نهاية المطاف. نعم. نعم. هذه مسائل. نعم. لبنات هامة. نعم. في تصليب. نعم. الجسد الفلسطيني الواحد. أشكره. يعني معنا اتصالين هاتفيين. حسن، معنا السيد إبراهيم ملحم الخير. نعم. سيد مالك ملحم رجل أعمال. سيد مالك ملحم وإبراهيم برهام. نعم. يلا نبدأ بسيد مالك ملحم. سمعنا مين معنا على الخط أولا؟ سيد إبراهيم برهام. مساء الخير. يسعد مساك. يا مرحبا. الله يخليكم. مساء الخير جميعا. أهلا بك. أنت على الهواء، تفضل. طبعا يعطيكم العافية، ويعني بدي أبارك الجهود اللي عم تعملوها، وبأنه هذا إن شاء الله يا رب يكون إنجاز ومعلم وطني كبير. وبدي أحيي فخامة الرئيس اللي هو يعني بادر بهذا الموضوع، وجميع القائمين مجلس الأمناء برئاسة. نعم. أخونا أبو العبد، وجميع الإخوة والأكوات اللي يعني بيشتغلوا على هذا المشروع. وإن شاء الله يا رب إنه يكون يعني فاعل وعامل باتجاه مساعدة الناس اللي بيعانوا من هذا المرض الصعب. وإن شاء الله يا رب إنه يكون يعني باتجاه صحيح لبناء مؤسسات الدولة للأمام إن شاء الله. نعم. طبعا أنا باسمي وباسم شركتي بصيرني أتبرع $20,000 لهذا المشروع، وإن شاء الله يا رب إنه يكون يعني فاتحة خير. وأكيد طبعا لو قدام
يكون نعم. موجودين معكم بأي وقت. شكرا سيد إبراهيم برهان. 20,000 دولار إذن. نعم. 20,000 دولار من السيد إبراهيم برهام مشكورين. المركز الطبي نعم مركز خالد حسان نعم. لعلاج السرطان. معنا اتصال آخر أيضا مالك تفضل. سيد مالك أستاذ مالك ملحم محبا. رجل أعمال فلسطيني تفضل. مساء خير مساء النور لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين الحبيبة وفي الشتات أيضا. نعم حقيقة بوجه تحياتي لكل أبناء شعبنا وببارك لكم على هذا الإنجاز الوطني وهذا الصرح الطبي الرائع إن شاء الله اللي رح يكون أحد المعالم الصحية والطبية في فلسطين المميزة جدا إن شاء الله تعالى. بركة جهودكم جميعا بارك الله بكم كل الإخوان والأخوات اللي شاركوا نعم. في هذا الصرح الرائع واللي نتمنى إن شاء الله إنه يكون موجود على الأرض بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وأيضا من أجل التخفيف على الأعباء المالية خلت تكبدها نعم. خزينة السلطة نعم. أنا إن شاء الله تعالى بتمنى ورح نشارك معاكم ونكون معاكم في بناء هذا الصرح الرائع إن شاء الله نعم. تعلن عن تبرع بمبلغ نصف مليون دولار. أوه مالك ملحم شكرا شكرا نصف مليون دولار إن شاء الله تعالى نعم. نتمنى النجاح والنجاح الباهر لهذا الصرح الوطني الرائع. رجل الأعمال الفلسطيني مالك ملحم تبرع الآن بنصف مليون دولار عبر شاشة تلفزيون فلسطين لصالح نعم. مشفى علاج السرطان وزراعة النخاع شكرا الشوكي. سيد مالك ملحم شكرا أستاذ سيد كمان ضيوفي الكرام لضيق الوقت نعتذر منكم تفضل دكتور نظام نجيب. إذا في مجال تتبرع نعم. بعد ما حكينا يعني على الأطباء ودورهم نعم يعني طب على ثلثين الولد لخالف نعم يعني إحنا كنقابة أطباء وباسم جميع أطبائنا الفلسطينيين نعم بنتبرع براتب يوم عمل بأطبائنا بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. في مفاجأة ثانية خبرتني فيها تحت الهواء يعني هذا مش كل الموضوع. لا في عنا خطة فعلا راح برضو نعلنها في مجلس الأمناء. احنا طلبنا منك احنا في يوم راتب يوم عمل كامل من موظفين القطاع العام والخاص إن شاء الله. بارك الله إن شاء الله. ممتاز. بالإضافة طبعا للي كنا حاكين فيه إنه في المستقبل نعم. إن شاء الله رايحين نكون بحملة نعم. بين الأطباء ضيفي العزيزان بشكر حضوركم بالاستوديو عبد المجيد سويلم كاتب فلسطيني ونظام نجيب نقيب الأطباء الفلسطينيين شكرا لكما معنا اتصال